تليفوني لا ديشارجي لا بدي لا علو ديشارجي. السلام عليكم. ايه مرحبا مرحبا مرحبا. شطار يا بس لكن مقعر شحال لكن ناي تريت ان شاء الله بريزيدان ما عندك مشكلة. حد قال لك شتو ساق كوستيمك تمشي قايس وتدهنو تعود الرئيس تريت دبو ساق في البرلمان هلا شحالك هيك لباس عليك لكن لا يتعاوني في المهمة بعض تم تم انت ما عندك مشكلة. نحن كل حد فتنا جربناه ما زالنا الآن سيرت انك انسان متصالح مع ذاتك واضح بارك الله اي الاخلاق اللي هينا وحدين الحمد لله تشرط منها ما عندك فيها حظ نسبتها عندك 0.00 لاك لاك لا تقول انا باخلاقي ان شاء الله ولا راه دبوس اكون لا اللي ما جلدنا بلسنتنا نجلدوه بدبوس. انا بعد معاك سيد الرئيس قلت لك الاخلاق انا باخلاقي لا مع الاخلاق تعرف انت رتب من شداد قال واذا لقيت جاهلا كن جاهلا ولا اذا لقيتاش اذا لقيت ظالما قال اذا لقيت ظالما كن ظالما واذا لقيت ذوي الجهالة فجري انا لا ماشي على ذاك القرع انت فارس من ابي عرفته هو شحالك باص ما شاء الله تبارك الله انت في نواديبو اه او شو ماسي نواديبو شو ماسي البحاره لا يا ودري الناس هون ما يروح لهم والله المولد وكل مولد ما قال عن الوزير عقب توافق معاهم على ذاك اليدور ما سبيبه ما خليك شيء لا هو ايش عدلهم هو اللي الفضل نعطاه تاك نار اللي يعدل به الميناء ما هو عدل به السبه الناس اداتهم ما طلعوه تو عقب طلصوه البحر الحوت طايح سعره ما وسالش من يمشي تما اللي الناس لا تشتغل ما هي قاعد شاف راه مساكين شتو حال فيه بالدلال جاب الحوت يجبروا قدامه القزره كانت خالقه فم وحدين كانوا يضلوا يباتوا يجيبوا الحوت مكوفرينهم وحدين ثاني واللي مشات لهم خالق انا عندي لها سنه حالي ترود الشيء تروح به عشاه جبرت الحوت مستوك شرايك عندها دنيا عندها انسان لها ب 2000 وب 1700 وب 1800 وب 2300 شنو هم؟ واجع والله واجع والله الا واجع لا صارك مستوك كيف الدين ده ياسر مش الله اللي واجع الله اللي الشيء تعب ناس هون تعب الله اللي الشيء عندي يا الخالق هو احنا عندنا لا انتم قد انا بعد اقول ما بخلت حالك قدم النصائح للحكومه وقدم الارشادات قدم ياسر الشيء قطع عنده كان يقدر يعود شباب اذا نوادي بوقاع هو نوادي وانا دائما اقول الروايه نقول نوادي لين يصلح تصلح موريتان كامله ومين يخسر تخسر موريتانيا طبيعي بيدي بيدي نواذيب وخليك اللي هو عمود الاقتصاد والله نواذيب ومين يصلح تصلح موريتانيا ومين يخسر تخسر موريتانيا نواذيب هما اللي يتطور يفرع على موريتانيا تتطور لانه نواذيب في جميع ساكنة الوطن في للشرق في القبلة في للساحل في الدنيفر في كامل بيدي نواذيب وراه ولا 90% من اليد العامله فيه هو الله نواذيب هو الاقتصاد الحقيقي لموريتانيا العاصمه الاقتصاديه ما يسمى تكادو تقدين تعود ساكن من انفستر خلايا ذي الخاليه معناها هذا ما عنده مردوديه على المواطن شفت انا مشكلته ما هو قله الموارد مشكلته التسيير شفت انا خالق الواحد دائما نقولها قطيت طرحت هذيك الساعه وناقشوها معي اقتصاديين انا قلت عن موريتانيا تقسم شهور 4 مناطق من ناحيه التسيير الاقتصادي فكل منطقه ذرواتها هي الطبيعيه اللي ياخذوا منها خارجه 25% من داخلهم يبقى لذيك المنطقه ما يقيس الحكومه المركزيه فلا يعودوا ذوك هذيك المنطقه يعرفوا انهم عايداتهم الاقتصاد جابري منهم كذا من مليار كذا من كذا يعرفوا ايش لا يعدوا من طريان ايش لا يخلقوا من العماله ايش لا يبنوا من المدارس ايش لا يعدوا ما يعود مركزي عند الحكومه اذا فاهم ولا ما فاهم بذيك وما يعود المشاريع اللي يعدلوا في كل منطقه يعودوا يشرفوا عليهم شرايك في ذيك المنطقه من اجل ذيك المنطقه ذوك شرايك يذبتوا في ذيك البليده سيد الرئيس سيد الرئيس بنفسك يلا تفتح مشاريع هون انا عندي انا عندي مشاريع فمي غير سنجل وتو مشاريعي مشاريع بيني مع افراد المؤسسه رقت ذاك المشروع اللي نعدله في نوادي والمنطقه الحره وتقد قد قيس المنطقه الحره تسوي عنه وتقد قيس محمد خون المحفوظ وتسوي عن القصه كامله يردها لك انا المنطقه الحره ما هي حره حره لا الخالق ايه انا ضد هي قاعد كان يلا مكتب استثمار المنطقه الحره لا نقول لك انا هي سبب تدمير هذه المدينه اللي قال انا معك في الروايه اللي منطقه الحره تعرف جات ليش؟ جات ياك تخفف الضرائب جات ياك تستفاد من جات ياك تعود هذه المنطقه الحره تعود عندها مردوديه يا اخي نحن هون الاسعار هون في نواكشوط من هون
احنا شرينا لهم البيت، واضح. ما هو عاد لا تطرح بريكه قدام دار وشوفهم نازلين عليها كي مصوا، وقع لا تطرح بريكه وقع كي حد عنده المقطع، شوف هي لا توقف في بلد مسافات قريبه وخلاون وذراون شوف اخر. هي منطقة حرة، ما تقدر تخلق بها الطريقة. شنو انت تتعدل منطقة حرة؟ أول شيء لا يتعدل، تعدل البنية التحتية للمنطقة الحرة. بين أنت الدور تجيب استثمارات، الدور تجيب أجانب، شو لا يقولوا؟ لا يقولوا ذي المنطقة متوفر فيها الطاقة، الكهرباء ينقال موجودة، الطاقة فيها طاقة إنتاجية للمصانع موجودة، لا ينقال موجودة، لا ما هو موجود في نواليبو، لا ينقال أو ذي المنطقة الحرة فيها المياه متوفرة، نواليبو تعرف أنه عطشان ما فيه مياه، فهم عجلوا على انهم يعدلوا منطقه حره، وهذا هو السبب يفشل المشروع، لانه منطقه حره لابد ان تعود فيها بنيه تحتيه، معناه لابد يعود فيها مطار، يعود فيها فنادق زينين، يعود فيها بس منتزهات، يعود فيها حاسب لك شوارع. دخل هي المنطقة الحرة، دخل هي شهريا، ما تقدر تعدل بيش على أرض الواقع، ما تعدله ما هي بما منطقه حره، انا قلت يعودوا هذول البروجيهات كاملين محتكرين بين أشخاص ولا شخصين، لماذا ما نعود أنا والله أنت والله واحد ثاني كي عدلنا ذوك النهارات؟ عندك الحق أنك تعدل أي بروجيه، لماذا يعود قابلها الشمل البال وعاد هون؟ أكل الأخضر واليابس، علمت أنهم يطبقوا ذا النظام؟ لا ما هو لا حرام ولا أنا يتوسخ. أو الشباب اللي واحد منهم عنده الحق يعدل المشروع ويندعم له ويوثق فيه، واكثر اللي نعدلوا نحن واكثر وطنيه متباركين مع شمل الاشخاص بالو عاد كلهم ملتي ملياردير ولا هم قاع يخلي الشيء اخوي شوف لا شمل كلهم في لسيت أنا ايش برضه واحد يصاوعك في الكبه ويصاوعك في شيء ثاني ويصاوعك في قصران العمر واللي انت تعود طارح شمل السم لا يتشرب يقول لك انه لا يشقم منه وخلاونا يا اخوي اللي يخليه. قلت لك لا يشطون منه ونستراحوا منه. انا بعدين اقول لك لا تجربتي معاهم، انا 2014 عدلت مشروع مع محمد خونو المحفوظ، وقلت ليالي خرجت المنطقه الحره، ليالي المنطقه الحره مقسمين التراب، والتراب اللي نقسموه داروا فيها ان زون دي ريكرياسيون. زون دي ريكرياسيون معناه يعدل فيها الواية، قلت تمارس فيها الرياضه والله الفنون والروايه، طبعا عندها طابع اقتصادي، وقد هو اول مشروع رياضي له نفع في اقتصاد. وقلت لهم فيها اعلني لان اخلق فيه 30 فرصه عمل، واعلن المشروع لا يتم بناؤه في 6 اشهر، وانه في 6 اشهر لا تشتغل فيه الناس، في 30 فرصه عمل وفي عشرات فرص العمل غير مباشره، غير فرصه عمل مباشره اللي هذا لا تعود 30، فاهم؟ وقلت لهم انه اقل اخلاص لين طافيه، اقل اخلاص لين طافيه 500 دولار اللي هي تقريبا قريبه من 200 الف لوبيه، 175 الف، تمام؟ وجبت لهم جميع الضمانات وقالوا هذا مشروع يعني اقتصادي عام، ووقع عليه هو الضف، ومن ثم عاد لا ميعاد، ديم الكاتورز، ديم الكنز، ديم السيز، حتى اعلني جاني جان باراك اللي كان وزير الماليه، كان مستشار لعبد العزيز الاقتصادي، راهو حاليا يشتغل في تازيات، مستشار في تازيات مع ليلى متبو عمات وذيك الجماعه داروا غزواني فهم. جاني قال لي الرئيس عين يعني عبد العزيز، قال لي رئيس دوري لقاك الاسبوع الجاي حانيني من يجيك عاد بالله الكل، بالله المراد، بالله الكل، بالله المعادله، تمام؟ عقب بعد في النهايه يعني جيت المنطقه الحره عندنا عاده 2017، لا فهموني لان اضطرت تو ماي نقطيه، فهمت تمام؟ قبضت اسكت في الميترو، قبضت ملفي، قبضت حالتي، تميت ماشي، قال لي شوف تعال بيصير تلا تلا شفت